يسعد صباحك سارة وصباح كل المشاهدين. صباح الخير يا عرب. اليوم رح نحكي عن فيلم نسوي بيحكي قصة أربع نساء، هم بنات لنفس المجتمع والعادات والتقاليد، وهم بنات لنفس الرجل لكنهم مختلفات جدا. قست عليهم الظروف وواجهوها كل واحدة على طريقتها، لكن مثل ما بيقولوا عنا المصيبة بتجمع. بيحكي الفيلم قصة أربع أخوات بيجتمعوا للبحث عن والدهم المسن بعد اختفائه المفاجئ، ومن خلال رحلة البحث نتعرف عليهم عن قرب وعلى مشاكلهم وأفكارهم وأحلامهم وواقعهم. الفيلم من كتابة وإخراج زيد أبو حمدان، وبيلعب دور الأخوات الأربع أو بنات عبد الرحمن كل من صبا مبارك، حنان حلو، فرح بسيسو، ومريم باشا. أما الأب فبيلعب دوره الممثل خالد الطريفي، وأيضاً الطفلة ياسمين العبد. عرضه الأول كان في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته 43، وأحرز جائزة يوسف شريف رزق الله القائمة على تصويت الجمهور. ومن بعدها واصل نجاحاته في مهرجانات عربية ودولية، منها مهرجان سان دييغو ومالمو وبيروت الدولي، وأيضاً مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في جدة. واليوم بدأ عرض الفيلم في الصالات في كل من السعودية والكويت. خلينا نشوف سوا جزء من التريلر بنات عبد الرحمن. زيد شفت أبوي؟ نروح نرقص بعرس البنت وأبوك ضايع مختفي. وأنا كمان كاسر عيننا من اللي شافه بدبي وأحداث دبي. أبوي راح عشان أنا جيت؟ ما بعرف ليش راح. الناس بترحمش بس هو كمان ما رحمنيش. قلت نسيت انه نكون احنا بنات لحالنا بالبيت؟ شو يعني بنات لحالنا؟ ليش بتضلي تكذبي؟ ما تقولش لحد. رح نحكي أكثر عن الفيلم مع كاتب ومخرج العمل زيد أبو حمدان. أهلا وسهلا فيك معنا بصباح الخير يا عرب. أهلا فيك ديانا، أنا مبسوط كثير إني هون. ونحن سعيدين وعم نهنيك بداية على هذا الفيلم. شكرا. وعلى نجاحه بالمهرجانات بكل الأماكن اللي نعرض فيها، وهلأ بدأ عرضه الجماهيري. أمشور أنه أنت كثير متحمس، فحابين نعطي الناس اللي لسه ما حضروا أو ما بعرفوا القصة هيك فكرة سريعة عن قصة الفيلم. الفيلم هو قصة أربع إخوات زيك وزيي وزي كل حدا، يعني عايشين أنه تقريبا بنفس المجتمعات العربية، اللي هم اضطروا يعملوا إشي بحياتهم من غير وجود الرجل، اللي هو هم عم ببحثوا عن الرجل هو أبوهم اللي ضاع فجأة. ولكن بخلال الفيلم منشوف علاقتهم أكتر ببعض، منعرف أسرار أكتر عنهم، منعرف مين هم كانوا على يعني على غرار كيف صاروا هلا. انا اول ما شفته اول شيء فكرت فيه انه كاتب ومخرج رجل كتب قصه اربع نساء من وجهه نظر نساء، كيف؟ هذا السؤال بضلني انساله. بتعرفي الحمد لله انه كثير مبسوط فتت حضرته، عرفت هيك مترقبه بدي غلط، قلت رجل كاتب عن النساء اكيد في ظلم. يس اي لاف ات. بس ما شفت هذا الشيء، فبدي اعرف كيف قدرت تكتب الشخصيات. صراحة الشخصيات هدول هي مش نفس القصة، بس الشخصيات هدول هم كتير مبنيين على أمي وخالاتي الثلاثة وبنات عمي الأربعة، لأنه أنا عشت كتير يعني معهم، إنه مثلا لما يكون أبوي بالشغل وكذا دائما أمي وخالاتي موجودين بالبيت، فعشت معهم، بعرف كيف طباعهم، بعرف كيف بيزعلوا من بعض، كيف بيرضوا من بعض، كل هاي الداينامكس قدرت أفهمها وبحبها كتير. يعني هدول النساء الأربعة مش بس أمي وخالاتي، يعني هدول النساء اللي أنا يعني تقريبا بسببهم أنا قاعد اليوم عشان هذا الفيلم. بعرف الشخصيات، بعرف حقيقتهم، وعشان هيك كتبته، لانه كمان صراحه انا في جزء مني موجود بكل هاي الشخصيات، بشخصيه زينب وسماح وامال وختام. كثير حبيت لما شفتك في احد العروض او اي ثينك في العرض الافتتاحي كنت لابس صور الممثلات اللي عملوا الشخصيات الاربعه، بنوجه لهم تحيه كثير كبيره على المجهود الرائع اللي عملوه وعلى تمثيلهم لهي القصص بشكل كثير حقيقي. كنت حابه اسالك كيف كانت ردود الفعل بالمهرجانات وبالعروض السابقه؟ الحمد لله نحن ابتدينا بمهرجان القاهره السينمائي الدولي 43، اند كان رد الفعل كثير كثير
أنا انصدمت يعني ضليتني دتري ثلاث أيام مش عارف إيش عم بيصير، لأنه الناس كتير تفاعلت مع الفيلم. توقعت أنه مثلا فئة عمرية من النساء تتعامل تتفاعل مع الفيلم، بس رجال كبار شباب صغار، مثلا في أربع شباب عمرهم 17 أو 18 بمعهد السينما بمصر إجوا حضروا العرض ثلاث مرات. واو. ففي رد هذا، واكتشفت أنه أنا لأنه كتبت الفيلم من مكان أنا مضغوط فيه كبني آدم، كشخص عربي عايش في مجتمع عربي، ومع حبي كتير أنه أنا عربي وفخري أنه أنا عربي، بس برضو مجتمعاتنا فيها كتير مجال لنتحسن ونتقدم ونعطي للشخص للفرد حريته الذاتية أنه كيف يعيش ويأخذ أو تأخذ قراراتها بالحياة. والسينما هي أحد الطرق اللي بتساعدنا أنه يمكن نشوف المجتمع نضوي على الأشياء اللي ربما تكون سلبية أملاً بأنها تتحسن. خلينا نحكي عن الكاستينج واختيار الشخصيات الأربع نساء، كيف صار الكاستينج؟ هلأ أنا بس كنت عم بكتب، أنا طولت بكتابة هذا الفيلم، وبرضه جزء كبير منه لأنه واعي أنه أنا واحد من أربع أخوان عم بكتب عن أربع أخوات، فكتير كان بدي أتأكد أنه ما عم بكتب شيء من منطلق ذكوري، حتى لو أنا مثلاً براسي مثلاً متغير شوي عن, 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 عن بيئة معينة، ولكن أنا برضو ابن هاي البيئة، فكنت أخذت وقت لأكتب إنه بطريقة. كان في مساعدة من نساء لإلك بكتابة الشخصيات؟ هلأ أنا اللي عملته بعثت تقريباً 300 سيرفي لنساء بالأردن من مختلف الباكراوندز الاجتماعية العلمية المادية الدينية لكل طبقات المجتمع، عشان بس أشوف شغلة إيش في إشياء إن كومن. اكتشفت إنه في إشياء إن كومن، إنه كتير منهم بدهم يصرخوا بس they can't، وهذا الإشي اللي بالفيلم شوي طبقته بمحل معين. فبالنسبة للكاستينج أنا كتير محظوظ بهدول البنات الأربعة، جدا محظوظ. طبعا أنا بس بلشت أكتب السكريبت كتبت كلمة زينب الشخصية الكبيرة الأخت الكبيرة، وخطرت ببالي فرح بسيسو، وبضلني أسمع صوت فرح بسيسو، أتخيل فرح بسيسو عم تتحرك كذا، بعدين قلت عمي وين فرح بسيسو اختفت. اكتشفنا بعدين أنه بعدين إجت صبا على المشروع كبرودوسر، صبا مبارك حبيبتي ماي هيرو إن ذيس بروجكت، اند آمنت بالمشروع هي وآية وحوش البروديوسر، اختارت شخصية صعبة يعني. والله نحن حكينا، أنا بالأساس كنت مفكر فيها الأخت لشخصية الأخت الصغيرة ختام، ولكن بعدين بس حكينا وكذا، كنا نحكي كثير بالفيلم ونحكي عن الشخصيات، حسينا أنه ممكن أمال is the biggest challenge، أكثر challenge لإلها لأنه مختلف جدا عن أي شيء لعبته صبا، وهي طبعا كانت تير أنه يس يلا خلينا نفوت على التشالنج. بعدين ضلينا ندور على فرح فترة طويلة لا لقيناها، طلعت بعدين حنان وبعدين مريم، بس كل واحدة لها قصة كيف الكاستنج تبعها صار، كل واحدة الشخصية هيك راكبة عليها. بدي أسألك سؤال بصراحة، ما خفت إنك تكتب فيلم أفكاره هالقد جريئة بحكي عن المرأة بمجتمعنا؟ مش خايف من ردة فعل الجمهور أو من الانتقادات؟ صراحة أنا كاتب هذا الفيلم بكل صراحة عشان أكسر الخوف. خلص أنا إنسان، أنا شاب عمري بجوز مختلف عن 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 أعمار البنات اللي بالفيلم، ولكن أنا برضو ابن هاي البيئة. أنا شخص، أنا عشت عذاب كل واحدة فيهم بطريقة معينة، مع إنه أنا عندي زي ما بقول الأبر هاند، لأن أنا شاب عندي حريتي بحرية التنقل، حرية الاختيار أكثر من البنات، حرية كذا كذا، بس لسه في عنا لازم بمجتمعاتنا لازم تعمل كذا، لازم تحكي هيك، لازم تدرس هيك، لازم بالعمر الفلاني متجوز وكذا، والفضيحة وحكي الناس بيحكوا يا وأنا حكي الناس. أنا يعني بقول بكل صراحة أنا عشت كل العشرينات عم بكذب كشخص، وعشان هيك كتبت هذا الفيلم، لأنه عم بكذب عشان أرضي فلان ولا أرضي علان ولا أرضي ماي فريند ولا أكون منيح بأنه ضابط بسيتويشن عائلي كذا، فخلص واي. أنا عارف حالي أنه أنا إنسان شوفي بقلبي شوفي بعقلي، وكتبت هذا الفيلم عارف أنه ممكن يعمل قصص، بس أنا جاهز تقبل هذا الإشي لأنك عم تعرض شيء كنت بتحلم تعرضه. سريعاً هلأ لكل مشاهدينا اللي بالسعودية وبالكويت حيقدروا يحضروا بصلاة السينما بغير بلاد عربية إن شاء الله قريباً. نعم نحن عنا إن شاء الله يعني قبل ما يخلص الصيف حنكون عملنا اللفة كاملة. Amazing. وإن شاء الله الناس تحضر وتحب، وأنا بحب أحكي للجمهور أنه نحن أوبن لأي نوع من الانتقاد، يعني نحن مش عاملين هذا الفيلم عشان نقول من أنا شخصياً مش عامل هذا الفيلم عشان نقول هذا رأيي واللي مش عاجبه بلاش. yes. أبداً بالعكس، تعالوا نفتح حوار نحكي. خلينا نحكي حوار بالضبط، بداية الحل بتبلش من الحوار. نعم. شكراً كثير زيد على وجودك معنا. شكراً. وأنا بتمنى أنه المشاهدين يحضروا الفيلم، أنا حضرته وحبيته كثير وحسيته حكى عن كثير نساء أنا بعرفهم وبشوفهم، فشكراً لإلك على هذا العمل، وبتمنى لك كل النجاح والتوفيق، وبنرجع لك يا سارة.